دي لعيب خطيرة ابو الفتوح، خطيرة مش ممكن. باولو جول جول جول، هدف لنادي الزمالك يفرق كتير في مجريات الامور. انما ابو الفتوح كان هيسجل، تيجي في العارضة وتروح لصاحب نصيبها حسام باولو. 2-1، 3 اهداف في شوط اول، هو الافضل خلال ال8 مباريات اللي احنا شفناهم تهديفيا والاسهارة اللي كانت موجودة في الحتة الهجومية. يبقى حسام باولو بعد ما ضربوا الدفاعات في جبهة أبو شعيشع، بص وش رجل إيه يا ابني وش الرجل ده يا محمد يا إبراهيم، منتهى الجمال والروعة، تطلع طلقة من رجل أبو الفتوح ويكمل حسام باولو. الزمالك يحضر بجون مع الثواني والدقايق الأخيرة، الدقيقة 44، 2-1 لصالح الإنتاج الحربي بعد ما سدد أبو الفتوح لسه جوه الملعب أهو في الإعادة وبيكملها باولو.